طيب خليني برضو اروح معاك لنسبه التطور اللي انت شايفه في اداء اللعيبه، وخلينا نتكلم باسماء. يعني مش عيب ان احنا نقول ابدا اسماء لعيبه تم او انت ملاحظ في تطوير حاصل في المستوى بتاعها، ولو عايز تذكر برضو كابتن احمد لعيبه مستواها ثابت او قل شويه ومحتاجه تركيز الموسم القادم، يعني مين برضو لو تحب تذكر. بس لو رجعنا كده ممكن تكون مش فاكرين شويه، يعني لان بدايه الموسم من بدري ففي ناسين حاجات كتيره. يعني مثلا حسين الشحات اول الموسم كان بعيد، صح كان بعيد خالص، ودلوقتي حاجه تانيه تمام. حسين الشحات بعد المنافسه القويه لما لقى نفسه بعيد عن الفرقه، ودي الحاجه الكويسه لما تخلق في كل مكان لاعب او اتنين، دي المنافسه اللي بتوصل اللعيب لمستوى عالي جدا. لما لاعب يلاقي نفسه في مكانه مفيش بديل مستواه بيقل، لكن لما يحس ان في منافسه هي دي اللي بتخلق لعيب مستوى عالي جدا، بتخلي لعيبه. هو ده اللي عامله كولر السنه دي. انت كولر السنه دي مفيش فرق بين اللعيب الاساسي واللاعب الاحتياطي، ده ما عملوش تقريبا او ما حققوش قوي موسيماني. موسيماني كان عنده سكواد ثابت، فكل لاعب كان عارف ان مكانه محفوظ وخلاص، رغم ان ده شويه اثر على فنياتهم اكيد. الاجهاد كان في لعيبه كتير جدا 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 مع موسيماني كانت بعيده جدا جدا، لان هو كان معتمد على حوالي 13 14 لعيب في كل المباريات، واللعيبه الثانيه بعيد جدا. لما يجي عنده مباراه ولعيبه ثانيه مثلا عنده انذار او لعيب تعبان مجهد، في فرق كبير جدا بين اللعيب اللي بينزل مستوى بعيد جدا. لكن مستر كولر بصراحه عامل مستوى متقارب جدا بين اللاعب والاساسي، بيعمل على طول روتيشن بين اللعيبه، ما تقوليش مين الاساسي ومين الاحتياطي. ما انت ممكن تلاقي كهربا مثلا بيلعب المباراه دي والمباراه اللي بعديها محمد شريف عادي جدا، ما فيش مشكله. صحيح. بتكلم مثلا على حته المدافعين، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، محمود متولي، كمان بتروبات ولا فروقات بين اي واحد. خالد عبد الفتاح مثلا لعب مباراه الاهلي والزمالك، لعب مساك وقد مباراه على اعلى مستوى. طب خش في نص الملعب بقى، اذا كان لما كان موجود حمدي فتحي والسوليه مروان، مفيش مشكله خالص خالص. حتى فخري لما لعب قد مباراه كويسه جدا. كوكا لما لعب حتى صغير كويس جدا. احنا عندنا مشكله برضو، بس احنا لازم نفكر فيها الفترات الجايه. معلول بالنسبه لمكان معلول، معلول ما شاء الله عامل موسم ولا اروع طبعًا. او مش موسم واحد، بقاله فتره طويله جدا عنده استدامه في الثبات بس برضو لازم يكون عندك البديل في المكان ده. احنا ممكن ما بنشوفش محمد اشرف من اللعيبه كويسه جدا جدا، وهنبدا نشوفه الفترات الجايه لعيب مميز جدا، كان مع المنتخب الاولمبي. هو ده المكان الوحيد اللي ما فيهوش تغيير كتير، اللي كان معلول. واذا كان محمد عبد المنعم، تلاحظ الراجل كان بيقعد يغير مستر الكوره، بيغير في كل اللعيبه الا الشناوي في الوقت لما يكون الشناوي جاهز، وعبد المنعم وبيرسي تاو. الثلاثه دول تلاقيهم موجودين في كل مباراه، هو ومروان عطيه طبعا. طب احنا اتكلمنا عن اللعيبه اللي حضرتك لاحظت ان في تطور ملحوظ في مستواهم، بعيدا عن اللعيبه هل لاحظت ان في اي تغيير استجد لفت نظرك في الفكر، في التخطيط، في كيفيه اداره الامور؟ طبعا طريقه اللعب من بدايه الموسم هو عنده طريقه لعب مختلفه، بقالنا كتير جدا ما بنلعبش بالطريقه دي. احنا كنا على طول اي مدير فني بيجي يلعب في النادي الاهلي الفترات اللي فاتت او خلال العشر سنين اللي فاتت بتلعب 4-2-3-1. دي الطريقه المحببه لمعظم لاعبي فرق الدوري الممتاز على سنين مع الراجل ده، بيشتغل 4-3-3. ولازم اللي بيشتغل في نص الملعب، اللي بصراحه اللي عجبني جدا جدا وطور من ادائه، لان هو اداؤه كان بيلعب حته 10 دي مكان 10 اللي هو قفشه. قفشه كان مكانه 10 وما بيتغيرش. لما مع الراجل ده قفشه اداؤه اتطور جدا، وبتشتغل دلوقتي 4-3-3 مع مروان. لازم اتنين النص الملعب التانيين لازم يكونوا بيهاجموا وبيدافعوا، مش حتى كمان بنشوف حمدي فتحي كان بيدافع بس الاول، دلوقتي حمدي كان بيروح ويجيب اجوان. ديانج برضه بيهاجم، فهو خلاص غير من شكل لعيبه نص الملعب عندنا. فده الكويس جدا اللي عجبني بصراحه في قفشه. قفشه بصراحه فنش الموسم عجبني جدا جدا جدا، لان هو قفشه كان في فتره من الفترات كان مريح شويه، اداؤه بعد شويه بعد مراحل موسيماني تحديدا بالظبط كده، لكن ما شاء الله ركز وحط رجله في الفرقه بعد غياب حمدي فتحي. لا حط رجله في الفرقه وبقى يشتغل وقدم مباراة على اعلى مستوى في نهايه الموسم. لعيبه كتير دخلت في وسط الفرقه، مثلا عجبني برضو فخري بصراحه لما خد مباراه صعبه جدا جدا بالنسبه له، لكن اشتغل ولعيب مميز. لعيب نص الملعب بالذات عنده لازم يكون عنده الاستلام والتسليم على الراجل ده، الاستلام والتسليم لازم يكون عنده عالي، لان النادي الاهلي كل لعبه بيشتغل من الكره من رجل للرجل، فلازم الحته دي تكون عاليه عند اللعيبه. فخري عنده النقطه دي كويسه، كوكا عنده النقطه دي كويسه، اللي هم اللي بتكلم على اللعيبه اللي بتخش جديد.
جبنا صفقة مروان طبعا، مروان إمام عاشور، إمام من اللعيبة المميزة جدا 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 في الدوري المصري، ولعيب عنده طموح وعنده قلب وعنده حاجات كتيرة جدا هتفيدنا إن شاء الله مع الفرقة. أتمنى له التوفيق. مهم جدا إن أي صفقة فيها معظمها يعني أهم حاجة فيها التوفيق، هو لعيب بيجتهد وبيشتغل. وفي صفقات بيبقوا أصحابها ليهم وضع حساس شوية، أكيد طبعا على حسب هما جايين من أكيد فيه. أكيد أكيد طبعا. فنتمنى له التوفيق، أتمنى الجمهور النادي الأهلي يصبر عليه شوية، أي حد محتاج وقت شوية قبل ما ينسجم في وسط الفرقة ده طبيعي. ومرة بيشتغل عند في كذا مكان، كان نص الملعب بيشتغل باك رايت. أتمنى إن شاء الله رجوع اللعيبة المصابة أكرم توفيق برضو من اللعيبة المميزة جدا. أتمنى لهم مفتقدينه جدا. أكيد طبعا من اللعيبة المميزة جدا، أتمنى له، مع إن برضو محمد هاني قدم موسم والأروع. صحيح رائع بصراحة، هما الاثنين رجالة حقيقة أوي. أي حد موجود في الحتة دي يعني بصراحة في النادي الأهلي، احنا عارفين لعيبة النادي الأهلي السمات الشخصية عندهم عاملة إزاي، بيخلصوا بطولة يخشوا على بطولة، عندهم على طول بيجددوا طموحاتهم في البطولات. فنتمنى ان شاء الله الموسم يبقى احسن ان شاء الله، جديد ان شاء الله.